السلام عليكم ورحمة الله، معكم عباد جيمنج. جيت كل يوم فيديو جديد عن 7 ديدلي سينس جراند كروس الخطايا السبعة. ومثل ما وعدتكم اليوم ان شاء الله، طبعا اللي شاف الفيديو القديم عرف انه طلع لي اللي هو فالنتي بسنجل الحمد لله. بقى اليوم راح نحكي عليها، شو بتعمل وشو فائدتها، وراح نطورها. اول شي طبعا نطورها مشان نحكي على كل سبيشالاتها ومنه اليونيك تبعها. اول شيء نرفع الليفل تبعها. خلينا نشوف شغله. اول شيء اويكنينج ما عنا 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 ما عنا ساعتها الافضل نعمل هيك. طبعا انتو اذا بدكم تطوروا اي شخصيه بتستخدموا نفس اللي استخدمته، او شو بتعملوا بتطوروا بالكؤوس وبتطوروا بالماتيريال اللازمه. طبعا كل نجمه بتكون بشابتر معين. طبعا هلا ما اعتقد راح اسوي لها سوبر اويكن، ممكن نستنى شوي بعدين نسوي لها، بس بشوف هلا. على كل حال، هلا بالنسبه للليفل، طبعا بنلفلها عن طريق نلعب المراحل اللي بالاس بي دانجن اللي هو اسمه انهانس. اكثر مره طبعا باكثر من فيديو حكيت شلون نطور اي شخصيه، بقى روحوا شوفوا الفيديوهات عشان تعرفوا شلون بتطوروا اي شخصية لعندكم. هلا بنعملها ايوه ام ذا 7 كاتاستروفي ومن ريزكشن فالنتي تنسل مي بيكوز يو ار ريجريتد. I'll show you. هيك هلا طورناها، صارت بالشكل الجديد تبعها. طبعا هلا بنرجع مرة تانية بنطور الليفل تبعها، بنوصلها 80. هلا نجرب إذا عملنا هيك نوصلها 60 ونشوف. هي 60، عاملين حتى 60 ما أعطونا إياها. يا روح هدول اللي ما بدنا إياهم. طبعا هاي الموارد، اول شيء الموارد هاد بتجيبه من الاس بي دانجن السبيشال اللي بتلعبها، فيك تقول كل مره كل السمينه كل 8 ساعات مره. والكتب طبعا بتجيبها من الايفولفمنت، والانواع الشياطين بتجيبها بس تلعب السوبر البوس. شو كان اسمه؟ سوبر بوس، ايوه اعتقد سوبر بوس. بيطلع لك شيطان تلعبه من الشياطين بيطلع لك كل الموارد هاي. نحط هذول يلا. مثل ما انتم شايفين مكلفة، يعني مو مكلفة العملية، بس بصراحة فالنتي بتستاهل التطوير. كنيتا عجبتني او شيء هيك. طبعا هي من الشخصيات اللي انا بتعجبني شخصيا، في ناس بتعرف ليش. سوري. اعتقد راح يجيب هلا سوبر سكسس. خلينا نشوف الترا سكسس. شايفين حسيت هاي. هلا سويناها ليفل 80، هلا باي بس نطورها. هاي سويناها ليفل 80. هلا احنا هيك خلصنا بالنجوم تبعها وخلصنا من الليفل تبعها. هلا بنشوفهم شو بيعطينا. حلو عنا، ممتاز. باقينا واحدة، إذا ضفنا هاي يلا هيك أخذنا جيم وأخذنا لبس لإلها. طبعا هلا أنت هيك
فيك تقول طورت الليفل وطورت النجوم. هلا طبعا مش كيف بدك تطورها اكثر، بدك تعملها سوبر اويكن، وبدك تحط لها جير مناسب، وبدك تجيب لها لبس وتطور لها اللبس تبعها. هلا هذا بيشبه الفاينل بوس شوي، بقى حلو، بس انا اعتقد هذا عاجبني. هون طبعا ما في غير هاد، هذا بابو شي، هذا لا بأس به. تصدق انه هذا احلى واحد. هي اذا بدك عالمة، هي بتشبه ليليا صارت شوي. اعتقد هذا حلو، او هاد لا خليها مثل ما هي، شكلها الرئيسي احلى شيء بعد ما تصير يو ار. طبعا هلا بقى بنروح بنفتح لها اليونيك تبعها، حط لها التاع. طبعا في شغله لازم تعرفوها، انه فالنتي بعد التحديث الجاي اللي هو تحديث هو بالمستقبل راح يجي، اللي هو 5 نجوم، لانه لحد الان في عنا سوبر اويكن 4 نجوم، بس يصير 5 نجوم، بتصير من ثاني اقوى شخصيه كسي سي، مو اقوى شخصيه باللعب، لا باللعب كثير في شخصيات قوايا، بس من ناحيه من ناحية سي سي بتصير تاني أفضل شخصية من ناحية سي سي. هي دلنا وخلص هيك فتحنا لها اليونيك تبعها. هلا بقى خلينا نشوف السبيشالات شو بتعمل. اوكي، اليونيك تبعها increase the hero bears rate and crit damage by the value equal to half of the hero's crit resistance at the start of the battle. شو يعني apply when entering battle؟ اول شيء لازم تكون موجوده. شو بتعطي؟ بتعطينا bears rate وcrit damage بنص الcrit resistance تبعها، يعني كل ما ارتفع الcrit resistance تبعها كل ما بتعطينا زياده bears وزياده كريت دامج. مشكلة البير سبعة كتير قليل بالنسبة لشخصية جديدة، بس الكريت دامج لا حلو الكريت دامج. والكريت ريزيستنس 64، يعني بتعطينا 30% زي مثل ما هلا بتعطينا 32% كريت دامج و 32% بيرس. هي اذا انت سمحت لها اي نوع من الجير. بالنسبة للجير تبعها هلا هو افضل شيء بيقول لك انه تحط لك كله كريت ريزيستنس، بس كريت ريزيستنس كله صعب. فنحن شو بنعمل؟ انا بالنسبة لي راح احط له جير اللي هو اتاك. وين جير اللي كنت احط له اياه؟ بالنسبة لي راح احط له جير اللي هو هاد، بس راح اقيم الديفنس وراح احط له كريت ريزيستنس بداله، وحط له اللي جوا هدول كريت ريزيستنس كمان. هيك اعتقد بيكون بزيد نسبة كبيرة الكريت ريزيستنس. بقى هذا اللي ان شاء الله راح اعمله بالنسبه لهي الشخصيه. طبعا هلا بالنسبه لحركاتها، اول حركه من حركاتها بتعمل سيفر اللي هو بتضرب الكل 120% او بتضرب 180% او بتضرب 300%. السيفر هو 3 اضعاف الكريت شانس تبعها، يعني كل ما زاد الكريت شانس بصير فرصه اكبر انه تعمل كريت. طبعا الكريت شانس حاليا تبع 32 كثير قليل بصراحه، بس اذا 3 اضعاف وين فيك تحكي انت بوصل 32 32 60 و 60 120، بوصل شيء 120 فينا نقول. عرفتوا كيف؟ يعني فيكم تقول اغلب الوقت راح تكريت. هلا بالنسبه للحركه الثانيه، حركة ثانيه كثير فريده من نوعها وجديده. شو هي؟ انه اول شيء بتضرب شخص 160% 240% او 400%، وشو بتعمل؟ بلوك اول سكيل افكت انكلودينج ذوز اوف التيميت موف for 110 exclude stance and recovery skill. شو يعني؟ يعني بتمنع الافكت تبع الالتيميت وبتمنع الافكت تبع الحركات الاضافيه. شو يعني؟ مثلا انا عملتها على فالنتي نفسي، ساعتها الضربه هاي راح تعمل دمج 120% لكل الاشخاص، بس ما راح تعمل سيفر. شخص ثاني بيعمل مثلا بليد، شخص ثالث بيعمل كريت، درع ستان، كله هذا راح ينمسح. الشغله الوحيده اللي راح تنفع او اللي راح تضل شغاله اللي هو الستانس، انك تعمل ستانس مثل تونت مثلا او كاونتر،
والشغله الثانيه الريكفري سكيل، يعني انت راح تقدر ترجع اتش بيك بس ما راح تقدر تشيل الديباف اعتقد. بكره بنجربها ونشوف. بالنسبه للالتيميت تبعها، الالتيميت تبعها كمان كثير كثير حلوه وفريده من نوعها، انكريز دامج ديلت باي 50% اند ديكريز دامج تيكن باي 50% فور 3 تيرنز، يعني بتنقص 50% من الدمج اللي راح تاكله وبتخلي اللي ضدك ياكل دمج 50% زياده، وغير هيك بتعمل 350% اتاك اون اول انيميز. بصراحه شخصيه كثير كثير حلوه وقويه، بس المشكله يعني انه هلا في شخصيات شوي اقوى منها باللعبه، بس هي كشخصيه كثير كثير فريده من نوعها وكثير قويه. بقى انا بالنسبه لي راح طورها واستخدمها ان شاء الله. بقى هيك اعتقد خلينا يلا فرد مرة. اوريدي راح العب فيها. خلينا نشوفها مرة واحدة السوبر اويكن. عشان نشوف بعد السوبر اويكن قديش راح يصير الستاتس تبعها. اخ قلبي الصغير لا يتحمل قديش راح مواردي. اوكي هلا خلينا نشوف قديش صار البير 7. البير 7 مثل ما هو، ريزيستنس مثل ما هو، الكريت شانس زاد، الكريت دامج زاد، الكريت ريزيستنس زاد، زاد بحدود ال 11%، بعد شيء كثير حلو. الكريت ديفنس كمان زاد، واللايف ستيل مثل ما هو. ف يعني ان جنرال شخصية كثير كثير قوية وفريدة من نوعها مثل ما قلت لكم. طبعا هلا اللي باقي انه انا بس اسوي لها جير يو ار واشتري لها اللبس تبعها وطور اللبس تبعها لحتى تصير الشخصية ماكس. طبعا هيك انت بتمكس اي شخصية عندك. بقى اللي دائما بيسألني مثلا شلون مكس شخصيتي، هذا هو الطريقة. سوي كل شيء سويته، سوي له جير يو ار واشتري له الملابس تبعه وطور له اياها، هيك ساعتها بصير الماكس سي سي. وطبعا كل ما زاد اللي هو الالتيميت موف بيزيد عندك سي سي كمان 400%، سوري 400 سي سي. بس قول هي الشيء ثابت، يعني ما بيأثر على الاتاك والديفنس والاتش بي تبعه. بس هيك بنكون خلصنا من فالنتي، وان شاء الله بالمستقبل راح ننزل فيديوهات عليها اللي احنا عم نجربها باكثر من مكان. بس هون بنكون وصلنا للفيديو تبع اليوم، ارجو انكم استمتعتوا فيه، واذا استمتعتوا فيه لا تنسوا لايك للفيديو وتشتركوا معنا بالقناه عشان يصلكم كل جديد مني، وبنشوفكم بخير فيديوهات ثانيه. مع السلامه.